السلام عليكم وتحياتي جميعا متابعين قناه عائد الغربه. اليوم في هذا الفيديو هذا غادي نتكلموا على مشروع القانون الجديد ديال التسويات الوضعيه 2023 للحراقه بالديار الفرنسيه. الوغ اليوم غنتكلموا على بزاف ديال الاسئله كتطرحوا عليا. دونك بما انه البارح 1 جوج 2023 تم تقديم هذا الملف الكبير، تم تقديمه للمجلس ديال الوزراء الفرنسي مع الاعضاء الحكومه الفرنسيه اللي تتم المناقشه ديالو او اللي تتم غادي تشوفوا شنو غادي يديروا، بالاضافه لبعض الجمعيات والنقابات اللي غادي تكون اجل الدفاع على هذا الملف هذا اللي هو كيتعتبر ملف ثقيل هنا في فرنسا لاول مره. الوغ هنا شنو هو سبب الفيديو، وانه بزاف ديال الناس كيسولوني باش نمشي بعجاله ما نطولش عليكم، ولكن ما كتعرفوني نعطيكم اللاصق. الوغ كيسولوني اخويا خالد كيفاش غادي يتم تمرير هذا القانون هذا، شنو هو المراحل ديال القانون، شنو هو التواريخ، شنو غادي يوقع. دونك على بركه الله غادي نزرب باش ما نطولش بزاف. الوغ بالنسبه للمراحل او للتواريخ، الوغ المراحل ديال هذا القانون هذا نورمالمون غادي يدوز على ثلاثه ديال لي زيتاب. عندنا اول مرحله غادي يدوز عليها اللي دابا راه فيها، اللي هي بدات البارح، اللي هي مجلس الشيوخ مع بعض احد الاعضاء من الحكومه الفرنسيه، وكما قلت لكم الناس اللي هما من الجمعيات والنقابه اللي غادي يتقاتلوا على قبل هذا القانون هذا شنو ممكن يتصحح. لان كما كتعرفوا كان تم يعني التعديل من القانون، عطاو ديك القضيه ديال 3 سنين في فرنسا، بالاضافه يكون عندك 8 ديال الفيش دو بيان. اظن هاد الناس هادو هما كونتر، بغاو يسهلوا شويه. بزاف ديال الناس ساكنه حراقه اللي قل من 3 سنين هنا في فرنسا وخدامين، وهاد القانون ما غاديش ينصفهم. الوغ غادي تكون مناقشه حاده وحاره فيما يخص هاد القضيه هادي في هاد الايام هادي. دونك هادي هي المرحله الاولى. الوغ المرحله الثانيه، دونك حتى الان حتى حاجه ما بانتش. المرحله الثانيه غادي تكون ان شاء الله في مارس، يعني غتكون في شهر 3 مباشره. هاد القانون هذا غادي يتهز، غادي يدوز لمجلس الشيوخ. دونك ملي غادي يدوز مجلس الشيوخ، موراها تكون عندنا المرحله الثالثه والاخيره، غادي تكون نورمالمون في شهر 5 على في ماي. يعني بزاف ديال الناس دابا كيقولوا القانون خرج غيطبق، انا نقول لكم شنو كاين اكزاكتومون المراحل اللي غادي يدوز منها. الوغ غادي يدوز ان شاء الله في شهر 5 غادي يدوز القانون يعني البرلمان، يعني الفينيسيون ديالو، وتما كاين غادي يتم المصادقه يعني التصويت والمصادقه عليه اه ولا لا. اللي خصنا نعرفوا انه شنو واقع قبل ما نقولوا، لقاش كاين واحد الاشكال في البرلمان، كاين مشكل فوالا. دونك كاين مشكل هو انه اليسار كما كتعرفوا انه غير راضي على القانون هذا للاسف الشديد، اللي كترأسو ماري لو بان ما متفقاش معاهم، كتشوف ان القانون هذا غير منصف وما مزيانش، وغادي يشجع الناس على الهجره، وكتعطاو يعني عطاو حلول اخرى اللي فيها من خصكم يد العامله تجيبوها بالكونترا او لا ديروا كوطا، يعني تشوف واحد فئه صغيره قادوا لها ورقه ديالها. الوغ هذا هو يعني شنو كتبروبوزي اليسار، شنو كيبروبوزي في اليمين. بزاف ديال الناس اللي هما كيدافعوا على القانون، ولكن كاين بزاف ديال الناس اللي هما منهم ايضا اللي هما خارجين تما كونتر هذا القانون هذا، وكيشوفوه حتى هو يعني غير منصف، حتى هو غادي يدير مشاكل، يعني نايضر ونا شي شويه. وهاد الايام الجايه غادي نقدروا نشوفوا مفاجات بزاف. الاشكال اللي كاين ولا المشكل اللي كاين الدراري والبنات هو انه كاين واحد الملف اخر اللي هو ثقيل بزاف، اللي هو مشكل اولا الملف ديال التقاعد اللي خلى القضيه غادي تعطل ومرونه. الوغ هنايا فرنسا دارت واحد المشكل كبير. الوغ عندها ديجا مشكل ديال ملف التقاعد، واليوم غادي تزيد الملف الثاني اللي هو دخل رسميا، دخل المجلس ولا غادي تناقشوا عليه، اللي هو ديال التسويات الوضعيه. الوغ صعيب، انا كنقول لكم انه صعيب، يعني ما عرفناش غادي يجي، صعيب يدوزو بجوجهم، ضروري غادي يدوز غير واحد. البرلمان نورمالمون كنشوف انا اللي كنشوف متبع، كنشوف نورمالمون في البرلمان ما غاديش يصوتوا عليهم بجوجهم، بوسيبل انهم بجوجهم يترفضوا للاسف الشديد. نورمالمون كاين واحد القانون هنا في فرنسا بقوه القانون، انه الحكومه الفرنسيه في دوره واحده من البرلمان، يعني ماكرون والوزراء ديالهم عندهم الحق يقبلوا واخا البرلمان ما يقبلش، عندهم الحق انهم يدوزوا قانون كيتسمى بقوه القانون، كيدوز واحد القانون غادي يدوزوه. الوغ الا دوزوا هذا القانون هذا، الحكومه الفرنسيه شنو غادي تختار؟ واش غتختار التقاعد؟ واش غتختار التسويات الوضعيه؟ نورمالمون في الوزراء مع ماكرون كاين سميتو وزير ديال العمل ووزير الداخليه اللي هما مع القانون ديال التسويات الوضعيه، حتى ماكرون حتى هو كيدافع عليه شويه، كيدافع عليه. المهم ما نقدرش نقول لكم واش دايز ولا ما دايز،
كنقول لكم شنو واقع اكزاكتومون باش تفهموا شنو واقع فقط ما تبقاوش دايخين بزاف. الوغ هادشي اللي واقع في هاد الايام هادي شنو غادي شنو جاي الله اعلم، مي كنوعدكم انه جاي مفاجاه جو سوي سيغ غادي تكون روينه وغتنوض غادي تكون شي مفاجاه سي سيغ. ولي عليا انني ان شاء الله غادي نتبع معكم الاحداث بشويه بشويه وتكون بعجاله بسرعه باش ما نطولش عليكم لي فيديو وتفهموا وما تحمقوش راسكم. اذا كنتمنى انه يكون عجبكم الفيديو، ما تنساوش انكم تخليو ديجا بالنسبه لنا جداد تابعونا بالقناه. مرحبا بكم، اون دربو مواعيد الفيديو القادم. دمتم في رعايه.